عندنا الموضوع الآخر الدرس الثاني اللي هو شلون ننصب الكالينكس على الهارت. كثبت بجانب الويندوز. لو تلاحظ هنا أنا هذا الويندوز مقسوم اثنين، شوف NTFS وهذا اللينكس بالنص، أنا قاسم هم الهارد دائما جزئين. نفس العملية التقسيم أنا مقسمه سابقا، بس أنت نفس العملية التقسيم اللي قسمناه بال USB قبل الدرس الأول. فأنت تقسمه جزئين، شون هذا بالضبط، وهذا الديسك الهارد مالتي، ونفس العملية التقسيم. بعدها تخلي الفلاش بالكمبيوتر وتسوي ريستارت. هنا أنا خال باسورد هذا مال هارد البايوز، ندخل بعدين نختار، ما ندخل على USB بيرسون، لا راح نصب على الهارد. هنا أنا جرافيكال انستل، شو اسوي؟ سوي ورايا حتى تضبط العملية. أنا جاي أصور لكم، شوف شلون قاعد بالقاعة مرتاح ومستانس. المهم ندخل هنا بعد ما اشتغل البوت، اوكي نقول انجلش يونايتد ستيت عربيك الت شيفت، هاي مال التحويل يعني ضفنا انجليزي عربي. هنا هاي الحالة تصير عندك انه يقول لك ماكو سي دي، لازم شو تسوي؟ انت تشلع الفلاش، اشلع من الكمبيوتر وداخله مرة الاخ، او غير مسار اليو اس بي، يعني اشلعه وداخله غير يو اس بي بالحاسبة. يعني تمام، خلينا نخلي بغير يو اس بي. اوكي قول له كونتينيو، تمام يقرا يقوم عادي يمشي. هنا جاي نصب ما عندنا مشكله. وهنا جاي يقول لك اللي لازم سيدي، واذا عندك سيدي بعد احسن، بس اذا بس فلاش. شلون هاي العمليه اللي سويناها بالبدايه يعني الدرس الاول ترى متعلق بالدرس الثاني، دير بالك حرقنا الـ US الكالي على الفلاش. المهم هنا عندي كيت 2 ورك هاردوير، طبعا عندي هاردوير انا عندي USB صغير، هذا شويه تعريفه نحس، هذا فهذا التعريف مالته شويه نحس، هو يتعرف بس مو كامل، بس شنو انا ما اقول له نو، وانت بكيفك اذا تقول هو يس قول له يس، اللي صار خير على خير، اللي لح وياك قول له دنوت هسه لاحظ وياي، قول له يس وكونتينيو. باوع ما قبله شوية، يقول لك التعريف ما موجود، فهذا إلا يتنصب يلا ياخذه. طبعا الصوت بيصدى شوية، اعذروني يعني الغرفة فارغة بعدها ما مجهزة زين. باوع هم نفس الحالة، فأنت قول له نو كونتينيو، راح ينصب الإيذر يعني مال الشغلات مال النتورك لوكال ادريس وغيره وغيره. هنا انا جاي اعالج كونفيرد كونفيجر النتورك، جاي يثبت النتورك بداخل الكالي حتى يعرف اليو اس بي، بس مو تعريف ذاك مضبوط. لو عندك الفا تمام. المهم هنا نقول له كونتينيو، انت شو تقول له من تطلع لك هاي؟ قول له دنوت ما اريد هسه، قول له كونتينيو. هنا الاسم الهوست نيم، هنا بكيفك تريد تخليه كالي او تريد تخليه على اسمك، انا اسميه على اسمي سي اي اتش 99. اوكي كونتينيو. هنا الباسورد، الباسورد الباسورد مال الدخول، فهنا تخلي باسورد براحتك، هنا تكرار الباسورد، قول له كونتينيو تمام، خلي على هاي المنطقة داخل أمريكا. اوكي لحد الآن تمام. ستارت اب بارتيشن، هنا المهم، هنا المهمة، انت ايش تختار؟ منو
لاحظ هاي التقسيمات مال هارد، لاحظ هذا الاول والثاني خاص الويندوز، الان تي اف اس تعرفون الفورمات هذا، والاي اكس دي والسويب هذا خاص باللينكس. انا منصبه سابقا، فاحنا شو نسوي؟ راح نحذفه كما كان، نحذفه على راحته. اوكي هنا تقول له ديليت، احذفه كانما ما يطلع لك هيك، يعني هذا البارتيش الاول والثاني هذا مال الويندوز، هذا يصير لك فري سبيس لو تلاحظه. شوف هذا التقسيم، قل له كرييت، هنا هاي الاوتوماتيكال مال يده، اريد كرييت. ليش اسر بقى ليش انا اريد كرييت؟ سوي نيو بارتيشن كرييت. هو انا عندي 290 جيجا بايت، فراح اخليه 282، اريد اعزل لي 8 على صفحه. لاحظ ليش انا الغايه من عندها، قل له كونتينيو، خلي لوجيكال بيجينينج، خلي اكسترا لا تغيره، تمام ماكو مشكله. قل له دان هنا أنا. هذا اوكي، هذا الاكسترا الاكس تي ار، هذا اخليه كما كان هو 8 الباقي. قل له لوجيكال. هنا أنا فوق تختار سويب، سويب اريا، تدرون شنو السويب؟ السويب هذا خف الرام، خليه مضاعف للرام، ايش قد الرام مالتك؟ 4 خليه 8 وهكذا. ليش؟ لاني يساعدك بعمليه حتى ما يصير لود على الحاسبه. قل له فينش. يقول لك فورمات تريد، قل له يس، قل له كونتينيو. فهنا عمليه التقسيم صار اي اكس تي ار روت، اكو كلمه اسمها روت سلاش، والسويب اللي هو خاص بمساعدة حتى ما يثقل عندك النظام. يعني مثلا الرام مالتي حاليا الرام مالتي 4، انا خليت السويب ايش قد؟ لازم 8. هاي من تطلع لك الكونفيجريشن طبعا انا جاي اقدم بالفيديو، يعني انصب يطول، قول له يس كونتينيو، قول له ارجع باك، قول له نو كونتينيو، ارجع باك. هذا يريد الهوست، فاحنا ما ندوخ نفسنا، قول له يس وقول له كونتينيو، راح يختفي. اذا ما اختفى قول له كونتينيو، راح يطلع لك هاي الخطوه. فالنظام اللينكس هو عباره عن فولدرات، وهذا راح نشرحها بالتفصيل الكامل. فالسويب هي عمليه ايش؟ بدل انه قلنا الرام مالتك اذا 4 خليه 8، السويب يساعد على تحميل البرامج، يعني يصير عمل الرام. فما السويب هو عمل الرام، هذا المقصود من عنده. هنا انا اوكي قول له يس، هاي الخطوه مهمه كلش. الهارد دائما يكون الثاني، فتختار الهارد مالتك، هذا هو الهارد، يعني ثاني اختيار، قول له كونتينيو. جاي نصب البوت حتى يشتغل، تدرون انت الويندوز اذا او اي نظام اذا ما بي بوت ما يشتغل. فهنا تصب البوت وحتى تبدي عمليه النظام بالتشغيل الصحيح. فنظام اللينكس يختلف عن الويندوز بهو اشياء، اول شيء هو مفتوح المصدر، ثاني شيء بادوات من مختلف المبرمجين من مختلف العالم، تقدر تحدثه، تقدر تضيف ادوات الى اخره من ناحيه، بس لازم تعرف لغات من البايثون، البي اتش بي، سي بلس بلس، سي هاش، يعني البيرل، هاي لغات البرمجه. ف يعني هو من عنده تسالب. اوكي ما عندنا مشكله، الفينش ذا انستول كامل، عندنا التنصيب، قول له كونتينيو، راح يسوي هو عمليه الريستارت من وحده. ننتظر شوية يطول، طبعا أنا جاي أقدم مقطع بالفيديوهات، يعني ترى هو يطول التنصيب تقريبا من 10 دقائق إلى 15 دقيقة وحسب سرعة الحاسبة، خليها ببالك. شوفوا أنا وين قاعد هنا أنا هيجي، وهذا طالع لو تشوف على الجهة اللي اليمنى الشاشة مال مورغان، احمد مورغان. المهم فاللينكس، هذول منهم. شوف وين قاعد هاني،
قاعد يعني وجاي اشرح لكم غير وطن عاد، بس الصوت لا بغير مكان، هذا بس تصوير. اي اي هذا جايبه وياكل. المهم جيد، فالكالينكس ترى مهم جدا ويقوم بعمليات، فاحنا سوينا على الفلاش بس جنسوا مرحله وين على الحاسبه مالتك. السبب هاي بعدين تعرفه، مو هسه احنا يعني اكو هواي اشياء، فاحنا ثبتنا النظام الصحيح على الفلاش وثبتنا النظام الصحيح على الحاسبه. هسه سوى ريستارت هو اوتوماتيكال بعد ما كمل الفينش. هنا هذا الباسورد مالتي مال الكمبيوتر مال دخل مال بايوز. هنا تباوع شوف عندي كالي وعندي ويندوز، نختار الكالي وندوس انتر. طبعا هنا لازم نطلع الفلاش دير بالك. هنا بعد ما يدخل على الصفحه دخل اليوزر نيم، اليوزر نيم هو الروت، هذا ثابت روت، اسمه روت. الباسورد اللي خليناه اثناء التنصيب خليها ببالك. تمام اوكي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.